لم تعد تقتصر فكرة التعليم على مادة دراسية ومنهج مقرر ينحصر داخل الصف، بل تخطى دور الطالب إلى خارج حدود فصله. فساعة في ممارسة نشاط معرفي وأخرى في نشاط علمي ونشاطات تربوية ورياضية مختلفة. جائزة التميز لساعة النشاط غير الصفي جاءت كإعلان عن استمرار الوزارة في دعم الأنشطة غير الصفية لخلق بيئة تعليمية محفزة تساعد على تنوع المهارات ورفع مستوى الإبداع والمشاركة التفاعلية. الهدف هو إتاحة مساحة أمام الطلاب والطالبات خارج نطاق الدروس المعتادة المنهجية، بحيث أنه المدارس تستطيع من خلال هذه المساحة الزمنية أن تطور كثير من النشاطات التي تساهم في تنمية المهارات الشخصية عند الطلاب. بدا اهتمام الوزارة واضحا في إضافة ساعة خاصة بالنشاط الطلابي كخطوة داعمة للرؤية التعليمية الجديدة التي تجعل من المدرسة مجتمعا متكاملا وملتقى للمشاركات والمواهب الطلابية يحتوي طاقاتهم وينمي قدراتهم. أطلقت بوابة الإلكترونية للجائزة بتغريدة من معالي، ثم صدر تعميم معالي النائب رسميا ببدء التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة للجائزة. الصفحة الإلكترونية التي تم إطلاقها رحبت في يومها الأول بما يزيد عن 35,000 زائر، وسجلت ما يزيد عن 500 مشروع، ما يعكس بعد النظر في أهمية إطلاق تلك الجائزة. لقناة عين، محمد المدني، الرياض.